بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشي. معاكم سلوى الفحام، بيشرفني جدا متابعتكم ليا على القناه، واكيد طبعا يسعدني اشتراكك في القناه، وده انك تقدري تدوسي على كلمه سبسكرايب او اشتراك اللي موجوده باللون الاحمر تحت الفيديو. كمان هيظهر عندك علامه للجرس، اضغطي عليها واختاري الكل عشان دايما يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بعمله على القناه. وبتمنى من ربنا دايما التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض نموذج لغطاء لعلبه المناديل. احنا اشتغلنا قبل كده مع بعض نموذجين لغطاء يعني لعلبه المناديل، وهنزلك ان شاء الله رابط الفيديوهات ديت على الشاشه دلوقتي علشان خاطر ترجعي لهم لو حابه تشوفي افكار تانية مختلفه. يعني النهارده ان شاء الله هشتغل غطاء لعلبه المناديل دوت بخيط مقرميه مصري، الحقيقه جميل وشكله ظريف جدا جدا زي ما احنا شايفين كده. وانا اخترت غرزه بسيطه قوي قوي على اساس اي حد يعني لو مبتدئه ان شاء الله تقدري تعمليه، وهيبقى مميز وجميل جدا جدا. واختيار الالوان طبعا ترجع لك حسب المكان اللي هتحطي فيه علبه المناديل. وبالنسبه للوردتين دول الحقيقه انا اشتغلتهم بخيط اليزا ديفا، وبالنسبه للشرح بتاعهم انا شرحهم بالتفصيل في فيديو منفصل، هنزل لك برضه رابط الفيديو دلوقتي على الشاشه ان شاء الله. بس يعني ورقة الشجرة هي هي بالظبط الوردة، بس أنا كنت بادئة في الفيديو ب 72 سلسلة، هنا أنا عملت نصها بالظبط يعني عملت حوالي 36 سلسلة وكملتها بنفس طريقة الشرح. أنت عايزاها بحجم أكبر هتشتغلي بنفس إيه العدد اللي أنا اشتغلت بيه الفيديو بتاع الوردة، هتبقى أكبر من كده وبرضه هتبقى جميلة جدا. تمام، طيب نبدأ كده إن شاء الله ونشوف هننفذ غطا علبة المناديل النهاردة إزاي، ويا رب يعجبك وتستفيدوا بيه بإذن الله. بسم الله. عايزه اقول لك بس ان ممكن تكون يعني بتستخدمي نوعيه يعني علبه المناديل عندك المقاس بتاعها مختلف عن المقاس اللي انا شغاله عليه دوت، فعايزه اوضح لك ازاي تاخدي المقاس عشان تشتغلي لاي مقاسات عندك. يعني اي علبه مناديل انت بتستخدميها ليها مقاسات مختلفه عن المقاس ده، تقدري ان شاء الله تعملي النموذج ده بكل سهوله. فانا هشتغل مثلا على علبه المناديل ديت. تمام، فانت هتجيبي علبه المناديل اللي انت عايزه تعملي لها الغطا، وهتقيسي الطول بتاعها هنا حوالي 18 سنتي. تمام، وهتقيسي كمان العرض بتاعها هنا حوالي 8 سنتي، وهتطرحي الطول ناقص العرض يبقى 18. انا بالنسبه لي دي المقاسات اللي عندي، انت حسب المقاسات اللي هتطلع لك هتشوفي الطول قد ايه والعرض قد ايه، تطرحيهم من بعض. انا بالنسبه لي الناتج هيبقى 10 سنتي. هعمل سلسله بدايه ضعف الرقم ده، يعني هعمل سلسله بدايه لغايه ما اقيسها بالمزوره كده تبقى 20 سنتي. وانا شارح الكلام ده الحقيقه في الفيديو اللي فات، وحابه اشرحه برضه عشان اللي ما شافش الشرح الفيديو اللي فات يبقى برضه واضح النهارده ان شاء الله ازاي تطبقي النموذج ده لاي علبه مناديل عندك. يبقى هتاخدي الطول والعرض تطرحيهم من بعض وتعملي سلسله بدايه ضعف الرقم اللي هيطلع لك ده. زي ما قلت لك انا ان شاء الله هشتغل بخيط مقرميه مصري، ده السمك بتاعه. وبرضه حابه اقول لك ملاحظه، انا يعني يستحسن وانت بتشتري الخيط يكون مرن جدا، بصي زي يعني يكون مرن جدا كده عشان خاطر في الشغل يكون جميل ويكون ايه رفيع مش سميك قوي. او طبعا النموذج ده ممكن تطبقيه باي نوعيه خيط، يعني ممكن خيط اي نوعيه خيط ممكن تطبقي بيها النموذج ده بنفس الفكره اللي انا بشرحها لك ديت. تمام، طيب هنبدا كده. بسم الله، اول حاجه هعمل عقده بدايه وهشتغل مع الخيط ده ابره رقم 4. تمام، طيب هعمل عقده بدايه بالشكل ده كده، وهعمل سلاسل لغاية ما اوصل لعشرين سنتي. بسم الله، الشكل ده كده. اكمل، تمام كده انا اشتغلت حوالي 30 سلسلة، طولهم بالظبط بالمزورة حوالي 21 سنتي او 22، عشان بس انا مريحة ايدي شوية في السلاسل عشان خاطر ايه اول سطر يبقى اشتغله براحتي. تمام، فهتزودي يعني 2 سنتي ولا حاجة كده عشان يبقى بس ايه الغرز يعني السلاسل مريحة وانت بتشتغلي. تمام، طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هقفل بقى، هعدل كده السلاسل بتاعتي شايفة ازاي، واقفل بغرزة منزلقة في اول سلسلة انا كنت عاملاها. اول سلسله اهي، اسحب الخيط منها كده وكمان من اللفه اللي على الابره كده، انا قفلت السلاسل بتاعتي وبقت اتكونت عندي دايره، شايفه ازاي؟ طيب هشتغل ايه دلوقتي؟ هرتفع سلسله وفي نفس المكان اللي قفلت بغرزه منزلقه هدخل كده واعمل اول غرزه حشو. دي كده عندي اول غرزه حشو. تمام، وبعدين السلسله اللي بعدها على طول شايفه فين؟ هشتغل 3 غرز حشو. يبقى احنا دلوقتي قفلنا بغرزه منزلقه
واتفقنا السلسله وعملنا اول غرزه حشو في نفس ايه المكان اللي قفلنا فيه. السلسله اللي بعدها على طول هبتدي اشتغل 3 غرز حشو في نفس المكان، خلي بالك معايا، 3 غرز حشو، 1 2 3، وهعلم الغرزة رقم 2 اللي هي في المنتصف دي، هعلمها بالشكل ده كده، تمام، وابتدي اشتغل 12 غرزة حشو جنب بعض، 12 غرزة حشو فوق 12 سلسلة، 1 2 3 4 5، هكملهم 12 غرزة حشو، تمام كده 12 غرزة حشو. هاجي بعد كده في السلسلة اللي بعدها على طول واشتغل 3 غرز حشو في نفس المكان، 3 غرز حشو، 1 2 3، واعلم برضو الغرزة غرزة حشو رقم 2 اللي هي في المنتصف اهي، وبعدين هاجي هنا اشتغل غرزة حشو واحدة بس. السلسلة اللي جاية اشتغل 3 غرز حشو، 1 2 3، وبرضو اعلم الغرزة اللي في المنتصف او الغرزة رقم 2 اللي هي دي، تمام، وبعدين هشتغل 12 غرزة حشو مقابلة لل12 غرزة حشو اللي في الجهة التانية، تمام، 1 2 3، هكملهم 12 غرزة حشو، تمام كده، هيبقى عندي هنا غرزة واحدة بس اهي، هشتغل 3 غرز حشو في نفس المكان في نفس السلسلة، 1 2 في نفس السلسلة 3 غرز حشو، 3، وبرضو اعلم الغرزة التانية اللي هي في المنتصف دي اهي، اعلمها برضو بالشكل ده كده. خلي بالك دي مش غرزه ولا مش سلسله، دي كده الغرزه المنزلقه اللي قفلنا بيها السلاسل، ودي سلسله الارتفاع، تمام، فانا بتجاهل الغرزه المنزلقه اللي قفلت بيها وكمان سلسله الارتفاع، وبقفل السطر ده بغرزه منزلقه في اول غرزه حشو انا كنت عاملاها اهي، دي كده اول غرزه حشو انا كنت عاملاها، بسحب الخيط منها وكمان من اللفه اللي على الابره بالشكل ده. شايفه اتكون عندي ايه؟ اتكون عندي مستطيل اهو، شايفه ازاي؟ مستطيل له 4 اركان، الـ4 اركان عباره عن غرزه الحشو الثانيه من الـ3 غرز حشو اللي انا بشتغلتهم في الاركان اللي انا معلماها دي، تمام. طيب السطر الثاني هشتغله ازاي والسطور اللي جايه كلها هشتغل ازاي؟ هرتفع سلسله وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه هشتغل غرزه حشو، دي كده اول غرزه حشو عندي في السطر رقم 2، هنا عندي غرزه حشو هشتغل فوقيها غرزه حشو، وصلت هنا للعلامة أو غرزة الحشو التانية اللي هما كانوا هنا 3 1 2 3، دي التانية اللي أنا معلماها، هشيل العلامة عشان دي الزاوية الأولى عندي، أشيل العلامة وفي كل علامة هشيلها هعمل إيه؟ هعمل جوه الغرزة اللي أنا معلماها 3 غرز حشو، 1 2 3، ومهم قوي أعلم تاني الغرزة التانية دي اللي إحنا اشتغلناها أهي، مهم قوي ان انا اعلم، واجع فوق كل غرزة حشو هنا هشتغل غرزة حشو، شايفة ازاي؟ هكمل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو لغاية ما اوصل للزاوية التانية هنا، وصلنا هنا للعلامة او الزاوية التانية، هشيلها كده واشتغل هنا في نفس الغرزة اللي كانت كل معلمينها 3 غرز حشو، 1 2 3، وأعلم الغرزة التانية أهيت، هنا هيقابلني 1 2 3، 3 غرز حشو هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو،
اتنين تلاتة. كده انا وصلت للزاوية رقم تلاتة، هشيل العلامة واشتغل جوه الغوزة دي 3 غرز حشو، تمام بالشكل ده كده. واعلم برضو الغرزة التانية، لازم اعلمها عشان بس ايه ما تلخبطش، ودايما هي دي هتبقى الزاوية عشان اشتغل فوقيها دايما 3 غرز حشو. هنا برضو هشتغل غرز حشو لغاية ما اوصل للزاوية رقم 4. وصلت هنا للزاوية 4، هنعمل في الغرزة ديت اللي احنا كنا معلمينها 3 غرز حشو. 1 2 3، واعلم الغرزة التانية. هي قابلني هنا غرزة حشو واحدة اهي، هشتغل فوقيها غرزة حشو واقفل السطر رقم 2 بغرزة منزلقة. خلي بالك دي الغرزة المنزلقة بتاعت السطر اللي قبليها، ودي سلسلة الارتفاع. هاجي هنا دي كده اول غرزة حشو، واخدة بالك معايا اهو، هقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. نشوف الشكل بقى عامل ازاي. ده كده الشكل بعد السطر رقم 2. عايزه اقول لك بس عدد الغرز عشان اول باول يبقى شغلك مظبوط. في نهايه السطر رقم 1 او السطر الاول يعني، هتعدي الغرز هتلاقيهم 38 غرزه حشو. في نهايه السطر رقم 2 اللي احنا لسه مخلصينه دوت، هتعدي الغرز بتاعتك هتلاقيهم 46 غرزه حشو. اللي هنعمله دلوقتي ان انا هشتغل سطرين كمان بنفس الطريقه، هرتفع سلسله وابدا باول غرزه حشو في نفس المكان اللي ارتفعت منه، وابتدي اشتغل غرز حشو لغايه ما اوصل لكل علامه من العلامات اللي بتمثل زوايا الشكل المستطيل ده. بشيل العلامه وبشتغل 3 غرز حشو، واجي احط العلامه في الغرزه الثانيه من ال3 غرز اللي انا اشتغلتهم دول. بالطريقه دي كده سطرين كمان، الثالث والرابع. طيب في نهايه السطر رقم 3 هتعد الغرز بتاعتك هتلاقيهم 54 غرزه حشو. وفي نهاية السطر رقم 4 إن شاء الله هتعدي الغرز هتلاقيهم 62 غرزة حشو. فأنا هشتغل السطرين دول ونرجع نكمل بإذن الله. تمام كده، وده الشكل بعد السطر رقم 4 زي ما اتفقت معاكم. لو قسنا القطعة اللي احنا عملناها دي على علبة المناديل، شايفين ازاي هنلاقيها مطابقة للجزء العلوي ليها زي ما احنا شايفين كده، شايفة ازاي؟ والجوانب كمان كلها متناسقة كده. فاضل بس ان انا اكمل بقيه الشكل بتاعي عشان نوصل للشكل ده ان شاء الله. زي ما قلت لك انا عاملاها بتصميم بسيط جدا عشان تقدري تنفذيها بكل سهوله ان شاء الله. دلوقتي بقى خلاص انا هشيل العلامات ديت، مش محتاجاها. قبل ما اكمل شغل بس عايزه اقول لك، هنا عندنا خيط البدايه، خيط البدايه اللي احنا كنا بادئين بيه الشغل بتاعنا، فانا هلضمه في الابره عشان اخفيه بين الغرز ويبقى ظبطت خيط البدايه. تمام، لضمت الخيط اهو، هبتدي هنا كده بين الغرز ادخل الخيط عشان ايه اثبته زي ما اتفقت معاكي، وكمان ايه اخفيه بين الغرز كده. بسم الله. شايفه ازاي؟ وبعدين ممكن هقص الزياده بالولاعه يعني كده بشويش خالص، احاول بس ايه مجرد ان انا ايه اثبت الخيط بالشكل ده. تمام، طيب نكمل بقى الشغل بتاعنا. خلاص انا هنا وصلت زي ما قلت لك نهايه السطر الرابع، وقفت بغرزه منزلقه. هبتدي ارتفع سلسلة، هرتفع سلسلة وهشتغل غرز حشو بدون اي تزايد بقى، مش هعمل تزايد في الاركان تاني خلاص كده. غرز الحشو هشتغلها فين؟ هشتغلها في اللفة الخلفية زي ما احنا شايفين كده. هنا في لفة امامية، لفة امامية ولفة خلفية، شغلي كله هيبقى في اللفة الخلفية. فانا ارتفعت سلسلة واول غرزة حشو اهي في اللفة الخلفية كده، ابتدي اعمل ايه غرزة حشو هنا. شايفة ازاي؟ ادي لفة امامية، لفة امامية ولفة خلفية، هاجي كده هنا في اللفة الخلفية وابتدي اعمل غرزة حشو.
زي ما قلت لك الاركان خلاص هشتغلها عادي، غرز حشو عاديه، مش هعمل تزايد تاني خلاص. شايفه ازاي اهو؟ هنا لفه اماميه ولفه خلفيه، ببتدي اشتغل في اللفه الخلفيه كده. طبعا احنا مش بنعمل تزايد، فهتلاحظي ان ايه هيبتدي يتقوس معاكي كده عشان تدي شكل ايه الجوانب بالشكل ده كده. شايفه ازاي؟ هكمل السطر كله بالطريقه دي، هيبقى الشكل كده معايا. ده اول سطر في الجوانب، تمام. عايزه بس اقول لك بقى من اول السطر الجاي هنشتغل ازاي. دلوقتي انا هقفل السطر ده ازاي؟ انا بقى مش هقفله بغرزه منزلقه وارتفع سلسله، لاني انا الحقيقه مش حابه ان الجانب يكون ظاهر فيه بدايه ونهايه السطور. فانا هشتغل بعد كده من اول السطر الجاي ده هشتغل بشكل متتابع، يعني ورا بعض على طول. يعني دي كده هي اخر غرزه حشو انا عملتها، المفروض اقفل هنا بمنزلقه وارتفع سلسله وابدا السطر ايه التاني من الجوانب. لا انا هشتغل على طول، يعني السطر الجاي هشتغل على طول. شايفه ازاي؟ هاجي كده عند اول غرزه وابتدي اعمل اول غرزه حشو. شغلي كله هيبقى في اللفه الخلفيه يا جماعه، يعني الشغل كله هيبقى في اللفه الخلفيه. شايفه ازاي؟ هيبقى الشكل كده. نبتدي من اول السطر رقم 2 نشتغل بشكل دائري على طول ورا بعض من غير ما اقفل ايه السطور. وده زي ما قلت لك عشان انا حابه هنا شايفه الجوانب شكلها مفيش، يعني بدايه السطور برضو بتبقى واضحه شويه، فانا مش عايزاها تكون واضحه، عايزه الجوانب كلها تكون ايه نفس الشكل. فعشان كده انا هشتغلها بشكل ايه دائري كده ورا بعض الشغل بتاعي. خلاص يبقى احنا من اول السطر رقم 2 هنبتدي نشتغل على طول بقى، وبرضو في اللفه الخلفيه غرز حشو في اللفه الخلفيه. الشكل ده كده اكمل. خلي بالك معايا بس، انا وانا شغاله لاحظت ان الخيط خلاص بيخلص، شايفه فاضل له حته صغيره جدا. فعايزه برضو اوضح لك ازاي انا بلضم خيط جديد، عشان كتير حقيقه سالوني عن الموضوع ده. انا لما بلاحظ ان الخيط خلاص بيخلص كده قبل نهايته بحبه، بجيب الخيط التاني اللي انا عايزه اكمل بيه زي ما احنا شايفين كده، وابتدي اخليه تحت الشغل عندي هنا كده واشتغل عليه، اكمل شغل عليه بنفس الطريقه عادي اللي انا ايه شغاله بيها. يعني انا شغاله غرز حشو في اللفه الخلفيه اهو، عادي خالص اشتغل غرز حشو في اللفه الخلفيه، واخده الخيط ايه الجديد اللي انا عايزه اكمل بيه تحت الشغل. شايفه ازاي؟ هنا وبكمل شغل عادي. خلاص فاضل حبة صغيرة فيه، شايفة قد ايه؟ اكمل برضو، دي اخر غرزة اهي، احنا اتفقنا ايه مش بنقفل. فخلاص هو فاضل حبة صغيرة جدا منه، فبسيب بقى الخيط ده كده وبكمل بالخيط الجديد اللي انا اصلا ثبته تحت الشغل. شايفة ازاي؟ اهو، واكمل شغل عادي. شايفة ازاي؟ تاني اوضحهالك هنا، انا كنت شغاله كنت بثبت الخيط ده تحت الشغل وشغاله بالخيط ايه اللي خلاص بيخلص اهو. هاجي هنا كده اسحب الخيط تمام واشتغل. خلاص لاحظت ان هو بيخلص، بخش بقى كده اسيب بقى ده كده واكمل شغل بالخيط الجديد اللي انا عايزه اكمل بيه اهو. واللي فاضل من الخيط القديم انا باخده تحت الشغل برضه عشان هو كمان يتثبت زي ما ايه خيط البدايه يتثبت. شايفه ازاي؟ زي ما اتفقت معاكي انا بكمل على طول بقى، مش بقفل السطور. انا كده بدات في السطر رقم 3 اهو، شغاله ايه بطريقه ايه يعني ورا بعض، مش بقفل السطور ولا حاجه. هنا كده الخيط الجديد اتثبت تحت الشغل، وكمان الخيط دوت الباقي بتاعه هيتثبت تحت الشغل. هفضل شغاله وهو ايه تحت الشغل لغايه ما ايه يتثبت كويس. شايفه ازاي؟ يبقى انا كده لضمت خيط جديد بطريقه بسيطه وسهله جدا جدا. من جوه اهوت ضامنين الخيط الجديد من اول هنا كده، والخيط اللي هو خلص هفضل شغاله عليه برضه كده، يبقى هو اتثبت كويس جدا. تمام اكمل. تمام كده، ده الشكل بعد نهايه السطر رقم 3 من الجوانب. لو قسنا الجزء ده كده على علبه المناديل، بسم الله، شايفه ازاي؟ هتلاقيه ان شاء الله مظبوط.
شايفه ازاي. ده طبعا المكان اللي هنستخرج منه المناديل، هتلاقيه مظبوط تماما اهو على العلبه، لان خدنا المقاسات مظبوطه، فهتلاقيه ان شاء الله مناسب جدا للعلبه اللي انت عملت لها الغطا بنفس المقاسات ونفس الطريقه اللي انا شرحتها لك. فاضل بس ان انت تكملي الجوانب بنفس الطريقه، غرز حشو في اللفه الخلفيه زي ما قلت لك، انا اخترت يكون تصميم بسيط وسهل. انت ممكن تستخدمي اي غرزه انت عايزاها بنفس الفكره. احنا هنا عملنا 3 سطور، الحقيقه انا هنا اشتغلت تقريبا 9 سطور، فكده فاضل لنا 7 كمان هنشتغلهم بنفس الطريقه لغايه ما نوصل لطول علبه المناديل، ويبقى كده الغطا بتاعنا خلص. ما فاضلش بس غير ان انت كمان هنا هتزينيه ببعض الورود زي اللي انا مزيناها كده، او باي طريقه انت حباها. وزي ما قلت لك الورود دي احنا شارحينها بالتفصيل، وان شاء الله هنزل لك الفيديو برضه في الديسكريبشن بوكس عشان ترجعي له. اتمنى يا رب ان شاء الله يكون الفيديو النهارده عجبكم، ويكون الموضوع بسيط وسهل باذن الله. شكرا، ونتقابل دايما على خير في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.